حظينا بالشرف ديال زيارة السيد وزير التربية الوطنية لمديرية الدار البيضاء أنفا، بحيث تمت زيارة مؤسستين تعليميتين اللي هما حقيقة رائدتين بالنظام التربوي والمجموعة من المشاريع اللي تتشغل عليها الوزارة واللي كننزلوها على أرض الواقع من خلال يعني تنزيل ديال الاستراتيجية ديال الدعم التربوي وكذلك المخططات ديال تأهيل مندمج المؤسسات التعليمية. الزيارة شملت كذلك زيارة مركز الفرصة الثانية عبد الواحد المراكشي لمهن الرياضة اللي كيستقطب أزيد من 60 من المستفيدين، هذه السنة الثانية ديالو واللي كنشتغلوا فيه مع لي بارتنير ديالنا الشركاء ديالنا اللي هي تيبي أفريكا. دونك هذه مناسبة باش طلع السيد الوزير على مجموعة من الأنشطة اللي كيقوموا بها الوليدات اللي كينقطعوا على الدراسة وكذلك المجهودات اللي كيتقام بها من حيث الدعم التربوي ديالهم من أجل إرجاعهم للمقاعد الدراسية أو الإدماج ديالهم في سوق الشغل. بالنسبة للمؤسسة التعليمية يعني النخيل العمومية، قام السيد الوزير بالزيارة ديالها قبل هذا المركز من اجل الوقوف على هذه التجربه اللي هي في حقيقه تجربه جيده تربويا، فيها عندها مجموعه من المشاريع التربويه بالاضافه يعني البرنامج الوزاري المعتمد. هناك مشاريع تربويه كتركز على الحياه المدرسيه، كتركز كذلك على الشغل بشكل كبير بالتعليم الاولي، على الثنائيه اللغويه، فهي شفنا فيها مجموعه من المشاريع ديال الوزاره اللي منزلين كذلك على ارض الواقع. والحمد لله كانت زياره في ظروف جيده وتشرفنا، وهذا الزياره ديال السيد الوزير غيكون دعم لنا من اجل بذل المزيد من المجهودات.